ضربناها اي مثال بسيط، قلنا اي واحد مسجون في تسلي في زنزانه، في زنزانه وفقط فتحين له ثقب بسيط يا دوب على قد العين يشوف، صح؟ والان بتطلع هو هيك شاف انسان قدامه قاعد بغني وبرقص ويعمل مشاكل وكذا، ايه هذا بالنسبه له هذا الانسان هو الان حاضر موجود ما بشوفش الا هو. راح الانسان اصبح عنده ايش؟ ماضي انتهى، هذا ايش موجود. اجى واحد ثاني هذا حاضر، بدا يتوقع هو انه ممكن يجيني اي واحد ثالث ورابع، بس كله بالنسبه له ايش هذه؟ مستقبل، صح؟ تصوير، هو نوع من التصوير فقط، التمثيل، انتبهوا، مع فروقات كثيره في المثال دائما. طب واحد مش ايه في داخل الزنزانه، واحد قاعد فوق الزنزانه وبتطلع هيك، ايش حيشوف هو؟ حيشوف ما يراه هذاك حاضرا وماضيا ومستقبلا كله ايش؟ حاضرا، صح ولا لا؟ حيشوف الثلاثه كلهم والثلاثه حاضر. ايش اللي مكنه انه متحرر ايش؟ من بعض قيود المكان اللي هي قيدت مين؟ المزنزن هذا المسجون. عاد ولله المثل الاعلى نفس الشيء، ايش؟ التحرر من قيود ايش؟ الزمن مكان، اي الزمان مكان. ها؟ الزمكان يعني سبيس تايم، ها؟ واحد متحرر منها. الحين رب العزة عز وجل انتبه، اعطيك شغلة فلسفية غريبة. طبعا هي عليها نقد لسه كمان فلسفي وعلمي. بس ما مش هنوضح. المهم ايش هي؟ هل تعتقد ان الله اللي عمو عنه ايه ابدي ازلي؟ يعني موجود من الازل بلا بداية وبلا نهاية ايضا. فهو ازلي ابدي، صار ما ادري الا هو. هتقول لي كيف؟ انت بتقولها ببساطة، بس فكر فيها تلاقيها فكرة شيء لا يكاد يتخيل. احنا بالنسبة لنا لا معنى لنا الا ان نكون متزمنين. يعني احنا الان موجودون ووجدنا رغم كل كلامي في التشكيك ايش؟ في موضوع ايه؟ الماضي الان والحاضر. وانت بتعرف ايش اللي بيمسك لك انت ايه؟ الحاضر نفسه حتى؟ الذاكرة. انت لو ما عندك ذاكرة بالمرة مثل السمك، السمك تقريبا ذكرته ثانية. السمكة ذكرتها لثانية، تخيل؟ لو عندنا ذاكرة سمكية احنا مش حتفهم حتى كلمة ايش؟ يا الله. كلمة يا حتدركها وحتنساها وتيجيك الله وش حتقول؟ راح كله رايح فناء. حتعيش بلا حاضر تقريبا مثل السمك، السمك بلا حاضر، شفت؟ السمك ايه؟ تقريبا مالوش حاضر لأنه مالوش ذاكرة. فأنت اللي ايه بخليك تتوهم انه عندك حاضر؟ هيا نحضر خطبة قاعدين، نحن بحالة حضور الخطبة، خطبة ايه يا حبيبي؟ وكل شيء بنقوله راح في العدم، راح انبلع في هوة العدم. عارف ايش اللي ماسكه؟ صورة منه في الذاكرة عندك. حتقول لي والذاكرة نفسها كيف تعمل؟ دخلنا لسه في مفارقات ثانية، بس تسيب لسه، قلت لك شغلات معقدة جدا جدا. في هذا الزمن صدع العلماء والفلاسفة دائما ولا يزال، ولا ايه؟ يزال. فإذا الله تبارك وتعالى أنت تؤمن بأنه موجود أزلا وأبدا، بمعنى أنه الله مش لازم لسه يوجد بكرة وكذا، هو موجود أبدي. كيف طيب؟ أي أبد؟ بس الأبد مجاش، أنت هيك بتظن، صح؟ بس أنا بقول لك كون وجوده لا إله إلا هو متعاليا، كون وجوده متعاليا عن الزمن وجودا لا متزمن غير زمني، إيه معناها فعلا بتكون إيش؟ أزلي أبدي. ومش لازم لوجودي عشان يوجد لا إله إلا هو إيش؟ أنه يستنى لحظات لسه. ما في الكلام هذا عند الله، ما في منه أصلا. إذن هذا وجود من نوع مختلف تماما، طبعا من نوع مختلف تماما عن كل ما خلق لا إله إلا هو وعنا إحنا وعن وجودنا. فإياك تقع في الوثنية وتبدأ تقيس لوجود الله وعلم الله وقدرات الله على ماذا؟ على وجودك أنت وعلى علمك أنت، وكأنك بتجيب أنت إيه على إيه؟ يعني معضلات كبيرة بسموها معاضلات، تعضل بالعلماء أنه كيف قبل أن يخلقني علم ما أفعل وكتب علي وكذا. يا رجل هذا بالنسبة لك أنت، قبل ومش قبل، عنده ما في لا قبل ولا بعد. هتقول لا هذا كذب، القرآن فيه الكلام هذا، في قبل وفي بعد وكل يوم هو في شأن وإلى آخره. هحل لك المشكلة هذه حل، يعني أعتقد إن شاء الله أكون موفقا. إيش هو؟ أنت الآن فهمت قبيل قليل أنه الوعي تبعك يتعاطى مع الزمن بطريقة مشوهة أصلا، صح؟ وغارقة مغموسة في النسبية والمحدودية تبعتك، وأنه الزمن ليس إيه؟ كما تظن يعني، وما ينسب إليك ما عندوش أي صفة إطلاقية عشان يعمل على إيش؟ على الكون، صح؟ لا حاضرك حاضر الكون، ولا ماضيك ماضي الكون، ولا مستقبلك مستقبل إيه؟ الكون، ولا الكون إيه رهن بإدراكك أنت بسرعة إدراكك وتناولك إيه للأمور، أبداً أبداً، هذا مشكلتك أنت، صح؟ تقول آمنت بهذا الكلام،
أنا من أنبياء جميع المستويات. جميل جدا، جميل جدا. إذا هذه مشكلة وعيك. الآن اللغة تبعتك بدها تعكس، أستغفر الله بين قوسين، وعي الله ولا وعيك أنت؟ بدها تعكس وعيك طبعا. فضروري جدا أنت تصطنع لغة وتخترع لغة وتبتكر لغة وتستخدم لغة بتعبر عن ماذا؟ عن طبيعة وعيك وعن كيفية وعيك وعن أخطاء وتشويهات وتحريفات وعيك وعن زيوف وعيك. فلغتك هذه اللي بيقول إيه؟ امبارح واليوم وبكرة وبعدين وكذا، هذه لغتك أنت يا حبيبي. بس الله خطبني بيها، وطبيعي ليش بده يخاطبك هو؟ مستحيل أن يخاطبك إيه بلغة تصلح العالم ماذا؟ الإلهي. الله ما بيحتاج لغة أصلاً، لأنه ما في عنده إله آخر يشاركه عشان إيه يتفاعل، ما في أصلاً، ما بده لغة، لا إله هو. فكيف حيخاطبك يعني؟ طبعاً بده ينزل لك إيه؟ قرآن وكتب سماوية وكتب سماوية، تصطنع ماذا؟ لغتك أنت. بس انتبه، هو على كل شيء قدير، لم يعجزه، وهو بيستخدم لغتك أنه أعطاك مرة ومرة أيضاً إيش؟ أشياء تستثير فيك التساؤل والتعجب. زي إيش مثلاً؟ يقول لك أتى أمر الله، أتى؟ لا، يقول لك هذا مبالغة، جاء الامتحان يا كسول، وما جاءش بكرة بعد بكرة. تقول لي إيه؟ عشان هيك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إيه معناه ما أتاش يعني، وبخرف بخوفنا. طيب هذه مقدور عليها، طلعنا منها. بس في آيات أخرى، وسيق الذين اتقوا ربهم كذا، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات كذا، هذا صحيح. والملائكة تدخل عليهم من كل باب سلام عليكم. واحد يقول لا، كلها تمثيلات وتقريبات حتدوخنا. لا يا حبيبي، وأصعب من هيك، وليلة المعراج والنبي شافهم، شافنا يعني إن شاء الله في الجنة. شفت، شاف الجنة وشاف أهلها وشاف فلان وعلان وشاف غادي إيه، وسمع كمان ده إيه نعلي بلال، والله صحيح، وشاف وشاف أبو جهل في الجنة وشاف شاف. حد يقول لي معناها طلع كلام أينشتاين صح، وكلام علماء الفيزياء الكبار صح، وأنه بالنسبة لنا اللي بنفكر إحنا إيش، ماضي وحاضر ومستقبل كله موجود صح، كله موجود ومتاح، بس وعيك مش قادر إيه تماماً. نرجع للتشبيه، بعتبره تشبيه يعني إيه موفق إن شاء الله، أعتبره تشبيه موفق. إيش هو؟ مثل الشريط، نفترض الكون هذا كله هو شريط الفيديو، الفيلم المسجل على شريط فيديو. مشكلة وعيك ما بيقدرش يتعاطى مع هذا الشريط إلا وفق وتيرة محددة، لازم في كل ثانية 16 لقطة فقط صح؟ وبنشوف كلقطة واحدة حية كل ثانية. لو كل واحد ثاني زي ما قلت لكم في كل ثانية عنده إيش؟ عنده 16 ضرب 3600 زي ما قلنا، إدراكه قادر إنه يتضاعف 3600 مرة صح ولا؟ حيصير عنده في كل ثانية الصور تعاقبها بقديش؟ 16 في 3600، تخيل كمية ألف صورة حشوف في الثانية، وحيشوف وحيشوف الفيلم كله، يعرف كل الشغلات في ثانية، في ثانية واحدة، لأنه سريع، سريع جدا هو. معناها حسب سرعتك أنت حتدرك أشياء في الكون بالنسبة لغيرك اللي لسه هي مستقبل.